راح نبدا مع الحقيقه النجم والفنان وسفير الالحان فايز سعيد اللي راح يشارك مع 30 نجم عربي في اوبريت صناع الامل. راح نتعرف على فايز سعيد مع رضيا صلاح. مبروك يا كل العرب جمع بقوالي حقك امل زايد على السمع والمنظور من فكرك وخالد والتخطيط متوالي ابو راشد محمد على يد شاف النور مركز فضاء مدعوم بالحال والمالي سلام الوفا يا دار زايد سلام مستحيل ليس إماراتياً ولا مستحيل هو اسم وزارة أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة حاكم دبي ولا مستحيل هو شعار مبادرات صناع الأمل لهذه السنة. دبي تصنع الأمل بكل ما تحتوي كلمة إنسانية. ضيفنا هو سفير الألحان، هويته إماراتية ويفتخر. وتاريخ ميلاده من ديسمبر. ضيفنا يعشق مدينته المفضلة. في دبي قلبي دايب أتبع حبيب غايب وين الهوى ودانا عاشق ولا نبتايب. دبي حلوة ودبي كلها عجائب. كل السبب يا ناس أمره عاي لأن أبو راشد واضح بحضوره. دبي هي البهجة. هذه هند دبي وأحلى بدورها بهجة دبي الجميلة والسرور. هذه هند دبي وأحلى بدورها بهجة دبي الجميلة. ضيفنا وجوده مهم في الساحة الفنية كالملح والسكر. واللي جمع في جبينك ملح ما سكر على كذا بوت شكر رسم في ملحك. ضيفنا رومانسي. اتنفسك ليل ونهار عايش معي نبض ودار وكيف أصلاً أخونك بين النفس والروح شلتك حبيب الروح لو عني ردت تروح بعدك أموت عني. الناس تتمتع في لندن وباريس وأنا أقول الحل نظرة عيونه. ومن دبي أحلى تحية، تحية كلها أمل. دبي أنت الأمل. رضيا صلاح صدى الملاهي.